وضرب الله مثلا. انت بتبعد نفسك عن المثال ده ليه؟ وانا دايما اقول لك عشان تعيش القران وتتدبر القران اجعل ان الله يخاطبك به. ربنا بيتكلم معك بالكلام ده، بيقول لك ايه؟ بضرب لك مثال اهو، افهم بقى، اصحى بقى، كفايه نوم، انتبه، خلي بالك، اياك والغفله، السبات اللي انت فيه ده مش هينفعك. كانت امنه مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. من اللي وصلها للنعمة دي إلا ربنا؟ من اللي دلها على الخير إلا ربنا؟ فظنت كما ظن إنما أوتيته على علم عندي، دي بشطرتي، دي بذكائي، دي بفهمي، شفت أنا عملت لكم إيه؟ وغير ذلك من كلام ضيضيع، كلام ضيضمر. اوعى يكون ده فكرك ولا معتقدك ولا مبدأك. نحن بالله، كل نفس بتتنفسه من الله. لما تنتهي أنفاسك والله لن تستطيع الدنيا بأسرها أن ترجع لك نفسا واحدا. رزقك لن تموت نفس. انت عايز أمانة أكتر من كده يا أخي؟ لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا يطلب بمعصية الله. لما كفرت، يعني إيه كفرت؟ كفرت النعم. إن السوق مليان دلوقتي بالرجالة وما بيصلوش الجمعة، نفضل سهران طول الليل على المعصية وينام على صلاة الفجر. ده ما بيحبش وطنه، دي ما جابش متطلبات الولاء. متطلبات الولاء انك تبقى في غاية الطاعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. عاشوا اعزة في ارض الله، ملكوا الدنيا وسادوا العالم. ملكنا هذه الدنيا القرون واخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء. اي والله اقرأوا التاريخ، بس احنا امة جهلة، أمة أقرأ لا تقرأ، أمة العلم أصابها الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. اقرأ كده عن البطولة. هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص في اليرموك، وسعد ابن أبي وقاص، واستعان الفرس بأسد لا مثيل له، خرج له هاشم وصرع، طلع على الأسد ذبحه قتله. كنا بنتكلم في غزوة أحد وفي بدايتها كده، وخرج من أشجع العرب وأقوى العرب ونادى مبارزا، فلم يتركه الزبير بن العوام. قام طلع على الجمل بتاعه، قام جايبه على الأرض، وقام جايب السيف وفصل راسه عن جسده. ملكنا هذه الدنيا كنا برجاله. الزبير ده هو عنده 13 سنة، سمع في مكة ان النبي قتل، راح جاب السيف من البيت وخرج لمكة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال اين تعمل يا زبير؟ انت رايح فين؟ قال سمعت ان القوم قتلوه. قال طب هتعمل ايه يعني انت؟ قال اقاتلهم، اقاتلهم جميعا وانا عيل صغير 13 سنة، يعني في اولى اعدادي، جايب لي تليفون من احدث انواع التليفونات وقاعد يلعب طول الليل ببجي. بديله العب يا ابني. يا اخي اتق الله، والله انت تدمر الوطن، تدمر المجتمع، انك تطلع جيل اصابه الوهن، فاسد، مش صاحب عباده. ولما يبقى حريص قوي يوديه للدروس وللمذاكره. انا ما بقولش ما تودوش للدروس والمذاكره، لكن ما يصليش، ما يمسكش المصحف. احنا رايحين فين؟ ونهايه الطريق ده ايه؟ ومستمرين في الموضوع ده لغايه امتى؟ فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله الله يا عباد الله، بعوده صادقه الى البيوت، الله عز وجل المساجد نعمرها، ما تخافش، والله الامن والامان في بيوت الله، الى القران مصدر العز والفخار والبقاء. الله عز وجل قال لنبيه: والقرآن ذي الذكر، ذي الشأن، ذي المكانة، هينفعك في الدنيا وفي الآخرة، خليك مع كلام الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد في الدنيا وخذ بالأسباب، نسعد
ونغنم ونبقى ونهاب.